السلام عليكم ورحمة الله. خذينا المحاضرة اللي فاتت بدايات stability، خذينا الاشتقاق أو إثبات اشتقاق معادلة التأرجح swing equation، وقلنا نحن أن swing equation هذه تعبر عن الديناميك اللي يصير في التسارع للروتر أو التفاضل الثاني للروتر أنجل. وأثبتنا فيزيائيا أن الروتر أنجل هي نفسها الفولتج أنجل. طبعا أكيد للي واخذين ماشينز أنا عارف أن الموضوع هذا they are familiar with it، ولكن بس عشان يكون عندنا ما يسمى بال knowledge connection، يعني ربط المعرفة فيما بينها، ما تقعدش لا تعطى المعرفة بمعزل عن بعضها البعض، ضروري يكون عندك أنت ربط. ليش خلينا البلاننج هذه معتمدة على يعني نوعا ما في شنو الكونكشن بينها وبين الماشينز وهكذا؟ تمام. نحن وصلنا المحاضره اللي فاتت في ان نحن كنا نحكوا على بارامتر يعتبر فيري امبورتنت بارامتر، الا وهو الانرشيا كونستانت او الاتش كونستانت. الانرشيا كونستانت وضربنا مثل بالشبكه البريطانيه ك يعني مثال عملي، عملوا لها سيميليشنز عند ثلاث قيم لل يعني ثلاث قيم للإنرشيا، تمام، وطلعت عنده طبعا هذا الانحراف في الفريكونسي، ولكن تلاحظ معي ان لما الاتش كان يساوي زيرو كان الانحراف اكبر في الفريكونسي، كان الانحدار اكبر في الفريكونسي من لما كان يعني تشوف هنا في السيميليشن كمبيوتر سيميليشنز، من لما كان بالذات في الصفحه هذه اللي هي صفحه الصفحه اللي فيها المالتيبل سيميليشنز هنا ات ديفرنت تايم ات ديفرنت فاليوز اوف انرشيا. تلاحظ معايا ان الانرشيا الاكبر يعني هي اللي كانت افضل استجابه من ناحيه التردد، لان الانحراف الفريكوينسي فريكوينسي اكسكيرشن كان اقل، فبالتالي هذا يحتاج الى وقت، فبالتالي الكنترولر ريكويرمنت تقدر يعني تقدر ترجع الى وضعه الطبيعي. بينما هذا طبعا هو كله التغير فقط يصير في الانرشيا، ما غيرش لا في الكنترولر ولا في الكاركترستكس بتاعت النتورك ولا شيء، بس الانرشيا الاتش هذا الاخضر الغامق اللي هو اقل قيمه للانرشيا. لاحظ معي ان الانحراف يكاد يصل الى يعني الى 48.5 هرتز، فبالتالي يحتاج الى فاست كنترولر اكشن بحيث انه يرجع الى وضع طبيعي. يا ريت الكنترولر يشتغل هنا والله هنا بحيث انه يرجع فيه الى وضع طبيعي. فكل ما كانت الانرشيا اقل كل ما يزداد عندك انت الكنترول اوبجكتيفز اللي رجع يحتاج الى فاستر كنترولر انه يرجع الى وضع الطبيعي. فبالتالي يا ريت الانرشيا تكون كبيره، يا ريت هي تتراوح من 2 الى 10، يا ريت تكون كل ما كانت اكبر كل ما كان احسن. وكذلك الكورسبوندينج باور، هذه في حالة الكورسبوندينج باور تشعر أنها هي أسرع في حالة أسرع وصولا للبيك فاليو أو يعني الست بوينت فاليو، أسرع وصولا للست بوينت فاليو في حالة شيء، في حالة إيش؟ في حالة الإنرشيا كانت صغيرة، ولكن الست لينك تايم بتاعها يكاد يكون متقارب، يكاد يكون نفسه بالنسبة للثري إنرشياز، بالنسبة للثري فاليوز أوف إنرشيا إتش. فبالتالي طبعا لو انك انت تبدا يعني بتلم جميع الادفانتجز ان هي سرعه الريسبونس وفي نفس الوقت وصولا للسيتلينج تايم بشكل سريع، حتى هذا يعتبر موضوع بحث ولا يوجد ريسبونس لا تحتاج الى تحسين، ولكن هذا بس يوضح لك تاثير الانرشيا كيف ان الديناميك يكون سريع جدا او الديناميك او الانحرافات في الفريكونسي تكون كبيرة وسريعة جدا، الريت اوف تشينج يكون سريع جدا في حالة ايش؟ في حالة الانرشيا كانت قيمتها قليلة، وكيف انه هو يكون يعني يتغير بطريقة ابطأ بحيث انه يعطي مجال للكنترولر انه يرجع الى وضعه الطبيعي، او انه هو يعني ينحرف الى قيمة تكاد تكون يعني اكسبتبل يعني قبل ما يرجع الى وضعه الطبيعي. فبالتالي هذا هو خلاصة الانرشيا. طبعا في مينيمم ريكويرمنت للانرشيا، يعني مرات
يعمل سيميليشن يقول لك خلاص الانرشيا انف انها تكون 5 اوفر اول كوفالنت انرشيا انف انها تكون 5 بحيث انه يكون السيستم ستيبل في معظم الحالات بتاعت الاعطال اللي يصيرون في الشبكه. ففي لها قيم معينه يعني ممكن يكون حتى هذا موضوع دراسه ان انت تدرس تاثير الانرشيا. ممكن حتى يكون مشروع تخرج انك انت تدرس تاثير الانرشيا كونستانت اتش على مثلا شبكه معينه او على شبكه عمليه معينه تبدا تغير في الاتش وتشوف الاستابيليتي وتشوف انت تبدا تعمل في سيميليشن لبعض القيم الاعطال اللي في الشبكه وتشوف هل السيستم حيكون ستيبل ان ستيبل وهكذا. فحتى هو موضوع شيق جدا. بس نحن هذه نقطه عمليه بس عشان نوضح لك الشيء هذا خلاص. تو نحن اعتقد ان نحن حتى من ناحيه النظريه كيف من ناحيه النظريه خليني بس نقعد معك انا شويه. من ناحيه النظريه سهله جدا انك انت تستنتجها. انا ما دام ان عندنا 2 اتش على اوميجا اس دي تربيع دلتا باي دي تي تربيع هيساوي بي ام ناقص بي اي بالبريونت. تمام. انا عندنا هنا دي تربيع دلتا باي دي تي تربيع التسارع هيساوي بي ام ناقص بي اي على 2 اتش مضروب في الاوميجا اس. فتلاحظ معي ان كل ما يزداد الاتش هنا الديناميك بتاع التسارع حيكون اقل. تمام. وكل ما يقل الاتش حيزداد الديناميك يعني التغيرات او حيزداد الانحرافات في الفريكوينسي الريت اوف تشينج اوف ذا فريكوينسي اند سو اون. عفوا. فزي ما قلت لك انت لما نحكي لك انت نقول لك يعني احكي لي على الافكت بتاع الانرشيا ممكن تحكي لي المعادلتين هذين خلاص حيكون انف بالنسبه لك. او ليش الانرشيا يعني بريفير تو في لارج ممكن تكتب لي المعادلتين هذين خلاص. يعني معادلتين يغنانك عن 1000 كلمه صح. فبالتالي ايش الواحد يتخير اللي يكون يعرف كيف يعمل فورميليشن للساينتفك argument بتاع الحجة العلمية بتاعه يعرف كيف يعملها formulation حتى هو يعتبر مهارة عالية جدا عند المهندس. فعندنا هنا تو خلاص نغلق باب الموضوع هذا ونرجع بس لموضوعنا في هنا. في طبعا أنا رفعت هنا الاثنين هذين اللي هو الفايل العملي هذا بالإضافة إلى الشابتر الأساسي اللي في الكتاب هذا. هذا ممكن تعتبره بس يعني اكزامبل تصفح حكي ولكن الدراسه بالتفصيليه تكون للسلايد هذه اللي هي مكتوب عليها ستابيليتي 1. السلايد هذه هي اللي يكون عليها الدراسه التفصيليه. الاخرى ممكن تاخذها كمثال عملي من الجريت كود بتاع بريطانيا. تمام. نحن عندنا هنا نقول ان نحن وصلنا هنا لك انا اتش ستيتس اولسو هاو ماتش تايم ات وود تيك تو برينج ذا ماشين فروم سينكرون سبيد تو ستاند ستيل از ات وود بي سمول. The power system needs faster action to recover stability. As it would be large, that means the generator emits higher kinetic energy to maintain its stability for longer period before losing synchronism. تمام. طبعا عارفين القانون بتاعها ان هي عبارة عن kinetic energy in mega joule على المشين ريتنج. عوض بها في المعادلة وطلعت عندها المعادلة الفاينل swing equation اللي انت تكون شغال عليها هي هذه. فعندنا نحن بس قد يكون عندك انت مثلا مجموعه من الاتشز ولكن ما هنش موحدات على نفس البيز. فتوحيد البيز بالنسبه للاتش بتاع السيستم حيكون الاتش بتاع الاندفجوال ماشين مضروب في الاس ماشين على الاس سيستم. مثلا الاس سيستم دائما ناخذ فيها نحن 100 ام في اي فحتكون هذا اللي غرض توحيد البيز. بس the swing equation is the second order differential equation that has simple harmonic motion solution. هنشوفوا نحن شنو السولوشن بتاعها الجنرال سولوشن بتاعها. Hence, its solution gives an indication of the system stability of the machine or of the stability of the machine. As its swing still exists, increases the machine goes towards instability. يعني لما يقعد التأرجح يزداد معناها هذا indication إن system unstable. يعني الحالات بتاعت system unstable ممكن إنك أنت تعبر عنهن بشكل graphical. بالشكل هذا يعني ممكن هذه الحالة هذه أنا
حل المعادلة السوينج إكويجن هو شغل الاستابيليتي بالكمبيوتر. طبعا يعملوا فيها في البلانينج ديبارتمنت، ان مثلا يعملوا هنا بيفور فولت ديورينج فولت تايم ويندو وبوست فولت. طبعا انت طبعا بخصوص مثلا انا نعطيك يعني نعطيك مثال بس، يعني ان مثلا الديورينج فولت هذه ممكن تكون 80 ملي سكند في الهاي فولتج نتورك، فالتايم ويندو بتاعك مش حتتوقع انها تكون كبيره يعني. تمام، بوست فولت يعني بعدها بفتره بسيطه خلاص، بعدها ب ميبي ب 1 سكند خلاص تعرف ان السيستم حل حيكون ستيبل ولا لا. بيفور فولت اكيد بيكون بيفور فولت بفتره بسيطه، ما تبيش تاخذ انت يعني قبل العطل بمده طويله. فسبوز ان عندنا نحن مثلا دلتا كانت بالشكل هذا، بعد ما صار عطل صار فيها تذبذب بالشكل هذا، ولكن بعدها رجعت الوضع الطبيعي، معناها السيستم هذا يقال عنه ستيبل. او مثلا لا، هي مش حتى هي مش حتكون بالشكل هذا التذبذب متاعها، ليتس سي انه هو بالشكل هذا. مثلا على سبيل المثال، تمام، معناها السيستم هذا ستيبل. مثلا تخيل معي ان التارجح متاعها كان، خلينا نعطوا different pattern and different color، هنا حيكون عندنا مثلا خلاص، او تقدر تقول لك مثلا هذا swing increasing swing، معناه هذا system unstable. السيستم الحالة الأولى يقال عنه stable. طبعا هذينا بس general يعني general shape، مش بالضرورة يكون انها هكي باهي، لكن نوريك بس انه if it is rising والله السوينج increases والله الماجنتيود increases indefinitely، معناها السيستم حيكون unstable. ناخذ لون ثاني مثلا، انه يكون different color and different pattern، مثلا يكون بالشكل هذا exponentially rising، برضو حتى هذا يقال عنه unstable. أنا اتوقع ان عندكم انتو at least overview بسيطة على كيفية تشخيص السيستم. عندنا هنا نعمل ستوب شير ونرجع للسلايد من جديد. فعندنا هنا بس يعني هذه تكرار المعلومة اللي هي ان اتش سيستم يعني يساوي الاتش ماشين مضروب في الاس ماشين، كأن رجعناها الى الاكشوال بعد قسمناها على البيز الجديدة. In which is system is the system common base. طبعا لما يجد ان two machines in parallel كيف تزيد الانرشيا، كيف تزيد الانرشيا انك تدعم المشين. يعني مثلا يعني مثلا احنا عندنا في ليبيا مثلا، اعطيك مثال معين، عندنا مثلا احنا في ليبيا كان في ضعف، صار ضعف في النتورك بعد الحرب في جهه منطقه الشرقيه. فعندنا هنا في محطه في مدينه يقولوا لها طبرق، طبرق في محطه كانت تحتوي على two gas turbines تقريبا، أو let's say one وconnected مع النتورك. طبرق هذه مربوطة مع بنغازي، مع بنغازي اللي هي مدينتي، مربوطة بinterconnections. interconnections هذين في بعض منهم صار فيهن broken عن طريق يا أما أعطال يا أما من تأثير الحرب. فبالتالي قعد في دعم، ردوا الدعم هذا وصينوا الخطوط هذينا، وبعدها دعموا محطة طبرق بتوربينة غازية أخرى تقريبا من 300 إلى 450 ميجاوات، تعطي من 300 إلى 450 ميجاوات، يعني in hundreds، أنا مانيش عارف الرقم بالضبط، ولكن in hundreds of ميجاوات. هذه في الواقع الغاز توربين هذا كبلد مع جنريتور، تمام، وهنا في جنريتور اصلا وهنا في جنريتور، فبالتالي زادوا الاوفر اول اتش متاع محطه الطبرق، اي اي متاع السيستم كله بصفه عامه، بحيث انه يكون السيستم مور ستيبل. طبعا زي ما قلنا نحن ما ينفعش انك انت تزيد احتياطي التوليد وانت ما لكش عارف كيف تجلبه. انا حكيت لك ان صينوا الخطوط قبل بحيث انك انت تقدر تجلب الـ يعني تقدر تطلع القدره هذه وتمشي لاي مكان تكون بولد في الباور سيستم تاع ليبيا،
او تمشي لمصر مثلا على الشمال هيك، على اليمين قصدي. فضروري يكون في فلكسبيليتي. الفلكسبيليتي هذا مش حيكون فيه الا سترونج انتر كونكشن. فلما من العوامل اللي اثرت على الاستابيليتي بارلل جنريتورز كذلك السترونج انتر كونكشن ما بين النتوركس. فعندنا هنا لو جينا نظريا كيف نحن نضيف جنريتور واحد اخر للسوينج اكويجن، اذا كان عندنا نحن 2 اتش 1 على اوميجا اس 1 دي دي تربيع دلتا 1 على دي تي تربيع يساوي بي ام 1 ناقص بي اي 1، هذه الحاله الاولى او الجنريتور الاول. الثاني مثلا اللي تبي تضيف انت 2 اتش 2 على اوميجا اس دي تربيع دلتا باي دي تي تربيع حيساوي بي ام 2 ناقص بي اي 2، تمام. الكوفيلنت بيناتهم هو حاصل جمع المعادلتين، بمعنى انه حيكون عندك انت 2 اتش بس على اوميجا اس دي تربيع دلتا باي دي تي تربيع حتساوي بي ام ناقص بي اي، وير الاتش حيساوي اتش 1 زائد اتش 2، تمام. زاد زاد السيستم ريتا حيكون السيستم مور ستيبل. بي ام حيساوي بي ام 1 زائد بي ام 2، البي اي حيساوي بي اي 1 زائد بي اي 2، وطبعا لان هن الاثنين امبارلل فحيكون الديناميك متاحن هو نفسه دلتا، يعني حيكون الجنرال ديناميك هو نفسه دلتا، يعني الكوهيرنت، يعني كوهيرنت ماشين يقولوا لهم في الحاله هذه الكوهيرنت ماشين، يعني بمعنى ان يعني السوينج متاحن identical to each other، يعني قاعدات هن physically connected in parallel، ولكن على الرغم من ان هن in parallel لا تعامل معاملة الريزيستنس انك انت حصل ضربا على حصل جمع، لا، وانما تجمع الانرشياز. طبعا مش بالضروره ان الكوهيرنت ماشين يكون ان بارلل، مرات تو ماشينز قاعدات في 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 باور سيستم واحد يقال عنهن كوهيرنت ماشينز، يعني متوافقه، يعني السوينج بتاعهم مع بعضها يصير. فبالتالي ممكن في الحاله هذه يعني يعني فممكن في الحاله هذه يعني انك انت تجمع المعادلتين زي ما عملنا نحن هنا، تمام. 260 هرتز هذا مثلا، هذا مثال بسيط. 260 Hz generating units operate in parallel within the same power plant and have the following ratings. عندك انت اليونت الاولى بالشكل هذا واليونت الثانيه بالشكل هذا. طبعا انت تقول لي انت ان الريتد فولتج مختلف وكيف هن ان parallel. نعم عادي ممكن الريتد فولتج مختلف ولكن الاوبريتنج فولتج نفسه. انا اتوقع ان هن الاثنين ممكن يشتغلوا عند ال 20 كيلو فولت، لكن ما يشتغلنش ان الاثنين عند 22 كيلو فولت. فالاوبريتنج فولتج ممكن يكون عند نقطه النود اللي كونكتنج ذم حيكون عند ال 20 كيلو فولت. يعني هنا الاتش بتاع الاول 8 ونص، اسف 4.8 ميجا جول لكل ام في اي، والاتش الثاني 3.27 ميجا جول لكل ام في اي. ولكن لاحظ معايا ان هذا على البيز بتاعه وهذا على البيز بتاعه، فبالتالي نحن نغيروهن على بيز وحده وبعدين نغيروا هذا، نغيرون هن الاثنين على 100 ام في اي بيز وبعدين نجمعوهن، او تعمل زي ما عمل هو هنا في المثال. سهل جدا انك انت ترجعها الى كينيتيك انرجي، ترجعها هن الاثنين الى كينيتيك انرجي، تضرب هذه 4.8 في 500 و3.27 في 1333، هيطلع لك رقم اللي هو التوتال كينيتيك انرجي ديليفرد، توتال كينيتيك انرجي اوف ذيس ماشين، والله ستورد كينيتيك انرجي ان ذيس ماشين. هذه تقسمها على البيز الجديده تتحصل على الاتش اكوفالنت اللي هو حيكون 67.59. انت تقول لي قيمته تجاوزت 10، انا اقول لك نعم، لان هذا قيمه نورمالايزد، هذه قيمه انت بعد غيرتها مليونت، ولكن القيمه اون اتس اون كانت ويذن الرينج اللي نحن نحكوا عليه. فبالتالي هنا بس تقدر انت تعملها ان سو ميني وايز، انك انت ترد هذا الى او تغير هذا، تخليه على 100 ام في اي، تخلي هذا على 100 ام في اي وتجمعهم، او كيف ما عمل هو هنا توتال كينيتيك انرجي طلعها وبعدين قسمها على البيز الجديده. طبعا يعني هنا زي ما حكينا نحن ان الماشينز هذين يعني اوبريتنج مبرلل، فحاصل الكوفالنت انرجي حيكون الجمع، مش اي حاجه ثانيه، حيكون حاصل جمع. طبعا تقول لي انت مش نفس السرعه، مش نفس السرعه وقعدات ان بارلل، نقول لك نعم عادي ما فيش مشكله، مش نفس السرعه لكن نفس التردد. انت من شروط ال
connecting connection of generation in parallel مش هو انه يكون نفس السرعه بل انه يكون نفس الفريكونسي. فهذين في اختلاف بس في عدد البولز، هذا عباره عن 2 بول وهذا عباره عن 4 بول ولكن نفس التردد. تمام. Machines that swing together are called coherent machines. نفس الماشينز اللي 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 يعني يعني حكينا عليهن المرة اللي فاتت، يعني اللي هن الحاصل الانرجي بتاعهن مش بالضروري يكونن in parallel ولكن يكونن swinging together. يعني مرات يكون ماشينز قريبات من بعضهن واجد لدرجة ان السوينج بتاعهن ما تفرقش بينه، فممكن انك انت تقريبيا تجعل السوينج equation تقريبيا تعملها coherency وتخلي الequivalent swing equation واحدة. هنا مثلا ماشينز فور نون كوهيرنت ماشينز اللي هن نون كوهيرنت ماشين يعني مش متوافقات في السوينج او مختلفات في السوينج، وحده سوينجينج لارج ذا اذر اور وحده سوينجينج فاستر ذان ذا اذر، بالتالي في الحاله هذه يعني حيكون الاكويفالنت اتش يتم اشتقاقه كالتالي. طرح المعادلتين بحكم ان مختلف الديناميك بتاعهم، طرح المعادلتين طلع عند طرح المعادلتين بعد ما نقل ال H والأوميجا S للطرف الثاني. فقعدت هنا دي تربيع دلتا واحد على دي تربيع ناقص دي تربيع دلتا اثنين على دي تربيع هيساوي أوميجا S على اثنين افتح قوس كبير بي ام ناقص بي اي 1 على H1 ناقص بي ام 2 ناقص بي اي 2 على H2 بضرب المعادله كلها في الترم h1 h2 على h1 زائد h2. حيكون عندنا هنا هذا حاصل طرحن طبعا لانهن مختلفات فخلاهن ما خلاش واحده منهن يعني خلاهم بالشكل هذا وسماها حاصل طرحن دلتا دلتا 2، بينما هنا لان عندك انت h1 في الحالتين ففي الحاله الاولى حيمشي عندك انت في حاله البي ام 1 حيمشي الh1 هيقعد ال H2 في حالة ال BM2 العكس وضم الميكانيكال انرجي مع الميكانيكال انرجي ولا الجنريشن مع بعضها وضم الالكتريكال انرجي افكتد باي لود مع بعضها. تمام. طبعا الاوتبوت هنا حيكون عنا H12 هو حاصل يعني هذه التوتال هذه الفاينل ايكويشن حتقعد 2 على اوميجا اس H12 دي تربيع دلتا 1 2 على دي تي تربيعه يساوي بي ام 1 2 ناقص بي اي 1 2. الاتش 1 2 في الحاله هذه مش حاصل جمعهن وانما كانك نون كوهيرنت ماشين كانه تبر للريزيستورز حاصل ضربهن عليه حاصل جمعهن. تمام. فانت كل بعد ما يزداد عدد النون كوهيرنت ماشينز في السيستم معناها هذا انديكيشن ان الاوفر اول اتش حتكون اقل ما يمكن وحيقعد ثريتنينج للستابيليتي بتاع السيستم بتاعك. وهذا تفسير واحد اخر انك انت لما تضيف انت مثلا محطه ويند مستحيل الويند تكون كوهيرنت مع ستيم باور بلانت موجوده في السيستم ولا غاز، لا لما تضيفها معناها الاوفر اول اتش حيقل ومعناها تحتاج الى ستابيليتي ريكويرمنت. anyway زي ما قلنا مش بالضروره يكون ديفرنت تايب اوف باور بلانت، يكفي انها تكون نون كوهيرنت. يعني مرات تكون ستيم وستيم ونون كوهيرنت مش بالضروره يكون ويند، ولكن انا ضربت لك مثال بسيط ان مع اضافه نون كوهيرنت ماشين للسيستم الاوفر اول اتش حتقل وحيزداد الكنترول سيستم ريكويرمنت بتاعك. If the two machines are generator one machine and the other are motor machine two، يعني قال لك انا دار فرضيه بس معينه بحيث انه يقلل الفاريبلز الموجوده في الايكويشن اللي فاتت هذه الفاريبلز هذين يقللهم. قال لك اذا كانت الماشين الاولى عباره عن إذا كانت الماشين الأولى هذه اللي هو الـ indication يعني الـ variables بتاعتها H1 و BM1 الـ subscript بتاعها واحد، هذه إذا كانت generator والثانية motor، فأي باور ماشية من الجنريتور حتكون مستهلكة في الموتر باعتبار أن الـ network reactive network، فبالتالي يمكن اختزال الـ swing equation للحالة هذه اللي هي 2 H1 2 على أوميجا S دي تربيع دلتا 1 2 على دي تي تربيع ويساوي بي ام ناقص بي اي، لان البي ام 1 حتساوي ناقص بي ام 2 والبي اي 1 تساوي ناقص بي اي 2. The power angle equation طبعا احنا في معادله انا عارف انكم انتم واخذينها في الماشينز ولكن احنا بنعمل لها ديريفيشن هنا سريعا ونضيفوها للسوينج equation بحيث انك انت تكون عندك صوره مكتمله.
لان نحن بالنسبه لل بالنسبه للميكانيكال باور نعتبره فيها كونستانت، نفترض فيها كونستانت. ليش نفترض في الميكانيكال باور كونستانت؟ ليش معتبرين الازامشن هذه ازامشن فاليد وفيزبل وازامشن يعني فرضيه منطقيه وذات جدوى؟ ليش؟ لان الميكانيكال باور ما تلحقش تتغير بالسرعه اللي يصير فيها الديناميك بتاع الدلتا. بمعنى ان احنا خذينا التايم ويندو وريتها الكم بيفور فولت ديورينج فولت وافتر فولت. الديورينج فولت الفتره هذه اللي يصير فيها الديناميك ويعني وبعدها نشوف السيستم، يعني الفتره هذه ممكن تكون 80 ملي سكند. فهذه البي ام لانها معتمده على برايم موفر، معتمده على ميكانيكال سيستم، الميكانيكال دايناميك يكون عاده ابطا من الالكتريكال داينامكس. الميكانيكال داينامكس والكيميكال داينامكس والثيرمو داينامكس اقل بكثير من الالكتريكال داينامكس، فبالتالي مش حتلحق انها تتغير اصلا في الفتره هذه الميكانيكال باور، حتبدا تتسارع بعدها على حسب ما حنشوفه في الامثله الجايه ان شاء الله. ولكن الميكانيكال باور ما تتغيرش في الفتره هذه، فتره بسيطه هذه ما تلحقش تتغير بكميه كبيره، فبالتالي ذا ميكانيكال باور از اسيومد تو بي كونستانت. بعدها كاتب هنا this is a very reasonable assumption because any transient occurs in the electrical network will take time before its impact starts to appear on the mechanical part of the system. When PE equals PM in the swing equation, it means the system load and generation are balanced second by second and the acceleration is zero and the system is stable. The change in PE is are determined by the varied conditions in the transmission and distribution network. على حسب طلبات الأحمال، وكذلك لو أن نحن نحكي على transient stability الكاتيجوري اللي نحن ندرسه فيه توا، حتكون هي شنو؟ حتكون هي يعني اللي related لتغيرات اللي يصير مع حدوث large disturbance مع حدوث عطل. Consider the machine model shown which is used for stability studies. هذا الكلاسيكال موديل بتاع السينكرونس ماشين، عادة يستخدم في الستابيليتي ستدي. لاحظ معي هنا مثلا يعني خلى الفي تيرمينال هو الريفرنس، هنا الاي يعتبره لاجينج بيهايند الفي تيرمينال، الريفرنس ما خلاش اسف ما خلاش الفي تي، الفي تي ما خلاش هو الريفرنس، خلى الريفرنس هو اللي تشوفوا فيه هذا الداشد لاين هذا، خلاه على زاويه الفا. تنعرفوا بعدين ليش خلاه على زاويه الفا، يعني بس هو generalization يعمل الإكويجنز مش أكثر ولا أقل، يعني حتى لو خليته على زاوية زيرو مش حتأثر، باعتبار أن الريفرنس هنا مش هو الهوريزونتال لاين، آسف هيكون هذا هو الريفرنس اللي هو الداشد لاين اللي تشوفوا فيه. الإي على زاوية دلتا، أو حكينا نحن ليش الدلتا هذه هي نفسها الروتر أنجل، وهذا طبعا حاصل ضرب التيار في الرياكتنس هذه حيعطينا جهد. تيار الملف دائما متاخر عن جهد الملف بزاويه 90 درجه، او جهد الملف متقدم عن تيار الملف بزاويه 90 درجه، وهو حاصل الفولتج دروب ما بين الاي والفي تيرمينال. هنا لو نحكي على نتورك متكونه من تو ماشين سيستم، او عندنا تو باسز 1 اند 2، النتورك هذه واي، الواي باس بتاعها واي 11 واي 12 واي 21 اند واي 22، خذا الباور اللي هي يعني انجكتد للنتورك، وكانت قيمه الباور بي 1 زائد جي كيو 1 ضرب الاي 1 داش اللي هو هذا الجهد هذا في التيار الانجكتد اللي هو اي 1. طبعا التيار اللي هو اي 1 مرات يكون اصلا في حد ذاته فانكشن في الاي 1 والاي 2. لو خذيت انت ان تيرمز اوف واي باس، لو خذيت انت ان تيرمز اوف واي باس يعني الفيكتور بتاع التيار اي 1 واي 2 يساوي الواي باس ماتريكس مضروب في الفيكتور بتاع الجهود، فخذ الصف الاول وعوض به. بعدها هنا عوض بقيمة الـ Y11 خلاها real و imaginary، وطلع قيمة الـ B1 والـ B2 من المعادلة هذه، لأن حيكون عندك أنت real و imaginary. الـ real part بتاعها حيكون هكي اللي هو E1 تربيع G11 زائد E1 داش E2 داش Y12 كوساين دلتا 1 ناقص دلتا 2 ناقص ثيتا 1 2، والـ injected reactive power حتكون بالشكل هذا، حيكون عندنا ناقص E1 squared B11 زائد E1 داش E2 داش Y12 sin دلتا 1 difference ناقص ثيتا 1 2. طبعا هذين كلهن لو انك انت اهملت الرياكتنس اللي موجوده في النتورك حتختزل القدره، او حتختزل المعادله الى بي اي تساوي بي ام او بي ماكس ساين دلتا. نحن هذا اللي يهمنا، نحن ما يهمناش الرياكتيف باور في دراسه الاستابيليتي، وقد ما تهمنا الريال باور
فهذه هي اللي تهمنا نحن. تهمنا برضو حتى الرياكتيف باور لها تاثيرها على الاستابيليتي، ولكن نحن نحكوا على السوينج اكويجن كيف نعوضه على الالكتريكال باور. الالكتريكال باور ممكن انك تتعوض عليها بمعادله البي ماكس ساين دلتا اللي هي اي 1 اي 2 على اكس ساين دلتا. اي نقطتين، مش لازم يكون جنريتور، اي نقطتين في الباور سيستم ممكن تكون باور ترانسفير من النقطه الاولى للنقطه الثانيه تساوي بالشكل هذا، وير الاي 1 هو النقطه اللي على الشمال، الاي 2 هو النقطه اللي على اليمين، والاكس هي الترانسميشن رياكتانس بيناتهم. تمام، فهذه المعادله اكسكلودينج الريال بارت نتاع الواي باس. تمام، وهذه المعادله مع اعتبار الريال بارت، الريال بارت بتاع الواي باس مع اعتباره بدون اهمال. باهي، طبعا انا قبل ما ناخذ المثال هذا، المثال هذا مش حنلحقه ونحلوه بشكل كامل وبشكل كومبريهنسيف وبحيث انه يكون اندرستاندبل، مش حنقدر، مش حنلحقه نكملوه في المحاضره هذه. انا نفضل اني انا نرصد الحضور وناخذ ارائكم وتساؤلاتكم وننهي المحاضره اللي عند هنا لسبب واحد، لان زي ما قلت لكم انتم المثال هذا لو بدينا فيه توا مش حنلحقه نحلوه بشكل كامل، على وتر علي اني نعطيك فرصه انك انت تدرس اللي فات بحيث انك تجيل المثال هذا وانت جاهز بحيث انك انت تاخذه بشكل انسيابي اكثر. فيعني الافضل بالنسبه لي اني انا نفتح الدسكشن توا وناجل المثال هذا للمحاضره الجايه، و يعني نرصد بس الحضور. خلوكم معي بس على اساس نفتحها ونرصد الحضور على الريج نيو مباشره. هل يوجد أي سؤال؟ كل شيء تمام؟ تمام دكتور. دكتور تمام. اللي نادي عليه اسمه يقول نعم. منير تيسير. نعم دكتور. جنى عمر. نعم. عمر غسان. نعم. صهيب نواف. نعم دكتور. عبد الله محمد. عبد الله محمد مصطفى ابو الرب. نعم نعم. دانا احمد عبد اللطيف. دانا احمد عبد اللطيف. سعيد ابو لبه. نعم. سيف حسن رائد عبد الرحمن. نعم. سيف فرحان السائق. سيف فرحان السائق. محمد عماد السطري. محمد عماد سلمان السطري. احمد اسماعيل. احمد العكليك. احمد اسماعيل العكليك. محمد غسان. محمد ابراهيم. معاذ مازن عطيه. موجود دكتور. محمد عمر العساف. موجود دكتور. زيد فريد لطفي خلف. جود العمري. جود، أنا حاكي إذا أن الواحد يحكي أو
انه يكتب في الشات وانا نشوفين هن الاثنين. زيد الدويك. نعم. دانا الكسابرة. نعم. سعد اسلام العتال. سعد العتال. احلام محمد عطية. نعم. عمار الاشهب. نعم. عبد الله عمر. عبد الله عمر العبدلات. بثينة عدوان قطيشات. نعم. فارس وماهر دحمس. نعم. فارس ماهر دحمس. تمام. دكتور. يس يس. دكتور اسمي ما طلع. لحظة بس من زل ما كملت. نور ميسلون. موجودة. زيد نضال. نعم. علي حسن. علي نعم. نعم. ليليان موجود أبو دكتور. ليليان أبو آغا. نعم دكتور. عبد الرحمن سلبد. موجود. رؤى عمر. نعم دكتور. لؤي نغوي. موجود. مصطفى وائل. مصطفى. عبد الغني هاشم. عبد الغني هاشم الجندي. عمران المرشد. نعم. جمانة أبو حمد. نعم. أحمد شهاب. نعم دكتور. ويسرى زياد. نعم. ما اللي ما سمعش اسمه؟ كلكم سمعتوا أسماءكم؟ تمام تمام. خلاص طبعا احنا يعني بالنسبة للكونتنت نحن نهينا المحاضرة، ولكن بس نستقبل إذا كان عندكم أي أسئلة أو استفسارات بخصوص المادة تفضلوا. إذا كان عندكم استفسارات، إذا كان ما عندكم شيء يعطيكم العافية. دكتور. ايوه تفضلي. لا انا لما احل القوس سيدل ما بيطلع ارقام مثل ارقامك. ما يطلع ايش؟ انه الارقام اللي بتطلع معي على الكالكوليتر ما بتطلع مثلك، انه مثل محلك. لا لا انا ممكن نحدد موعد على الساعات المكتبيه. تفضلي عندي على الساعات المكتبيه، حنوريك ان شاء الله كيف يطلع عن نفس اكزاكتلي. هسالوني كم طالب عليها وانا ورجيتهم كيف يعملوا، وريتهم بس على الاله الحاسبه على الكالكوليتر كيف يعملها بالضبط بحيث انه يطلع نفس الناتج اللي عندي. هو نفس الناتج المفروض انه يطلع، هو عمليه الادخال متاعك بس للاله الحاسبه. باهي. اوكي تمام. اوكي طبعا انا ليتس معلش اذا كان عندها حد اي فرذر كويستشنز ليت مي ستوب ذا ريكوردينج اند ذن اي ويل ريسيف يور كويستشنز. اوكي.